السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. قصة النهاردة بجد من القصص الجميلة، لكن للأسف هي مبكية لأنها بتكشف عن حالنا مع القرآن وإزاي بنستقبل آيات القرآن. طبعا بنقراها وكأن الكلام مش لينا، بس طبعا الصحابة غير. سيدنا ثابت ابن قيس كان مهندم وشيك وبيحب اللبس والجزم والشياكة، فنزلت آية إن الله لا يحب كل مختال فخور. طبعا خاف، افتكر إن ربنا منزل الآية دي علشانه، فاعتزل في بيته وفضل ما يخرجش زي الحجر اللي احنا فيه دلوقتي. اكتئب وفضل حزين وطالب الحال على الوضع ده لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه. فراح للنبي يسأله عن أحواله، فقال له يا رسول الله أنا بحب الثوب الجميل، يعني اللبس الجميل والنعل الجميل، وخايف أكون من المختلين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مطمنه، قال له لا ما تخافش، أنت مش منهم، لكنك هتعيش بخير وتموت بخير وهتدخل الجنة. يعني بشره كمان بالجنة. إيه الروعة دي والإحساس العالي الجميل بالقرآن ده. نفس الموقف ده يتكرر معاه تاني لما نزلت الآية في سورة الحجرات، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فقعد في البيت ما يخرجش منه لحد ما النبي سأل عنه. فواحد من الصحابة راح له البيت، قال له النبي بيسأل عليك. لقى مهموم، قال له مالك؟ قال له أنا عملي أحبط وأنا من أهل النار، أنا كنت من اللي بيرفعوا صوتهم فوق صوت النبي، لأن صوته كان جهور يعني عالي. فرجع الصحابي للنبي وحكاله على سبب غيابه، فرجع للنبي تاني، رجعه للنبي تاني وقال له روح بشره وقول له أنت من أهل الجنة. الله، يا بختك يا ثابت ابن قيس، يا رب بشرنا بالجنة واجعلنا يا رب كلنا من أهلها. أشوفكم مشاهدينا بعد الفاصل. من رغب عن سنتي فليس مني، ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حد مننا إيمانه هيكمل غير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عارفين إن شهر رمضان هو شهر الطاعات، الفروض اللي بتزيد فيه هي الصيام، زكاة الفطر، لكن الباقي كله هتلاقيها سنن زي التراويح، قراية القرآن، الصدقات، الإطعام. تخيلوا رمضان من غير كل السنن الجميلة دي، أكيد مش هيبقى رمضان. الحرص على سنة النبي وإحياء السنن ده اللي هنتكلم فيه النهاردة مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك وربنا يبارك فيك ويحفظك ويسترك يا رب. يسترنا كلنا، يسترنا كلنا يا رب، فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. إحنا عايزين هنتكلم طبعا النهاردة عن أهمية بس السنة. على فكرة لو قلنا ربنا يسترنا وخلاص تكفي، يعني فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض في كل وقت، ده أنا شايف ده اعتداء في الدعاء يعني. لكن نقول اللهم استرنا يا رب بستره يا الجميل يا رب، استرنا بسترك الجميل يا رب. احنا قبل ما نتكلم عن أهمية السنة، حضرتك عايز تعلق على القصة اللي قلتها في المقدمة ثابت بن قيس؟ لا يعني هو الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا. وبس ثابت بن قيس احنا يعني ده اسم صحابي جديد، يمكن الناس يمكن أول مرة تسمعه. وشوف سيدنا ثابت كيف يعني دخل في قلبه الرعب والخوف لما حس ان صوته بس عالي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم. يعني تخيلي الآية بتاع أول سورة الحجرات، لا ترفعوا أصواتكم بس فوق صوت النبي. يعني هو فهم ان انا في ناس بيبقى صوتها عالي طبيعي، اللي هو بيبقى والله، فتلاقي صوته كده جهور، اللي هو يقول لك الصوت الجهوري يعني. فهو حس، قال والله أنا من أرفعكم صوتا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتزل في بيتي وقعد يبكي وخايف وقال أنا من أهل النار. شوفي هو خايف، هو خايف سيدنا ثابت رضي الله عنه، أنه بيقول يعني أنا كده عليت صوت على سيدنا النبي، كون صوتي طبيعي، هو صوته طبيعي كده أنه هو عالي. ده بياخدنا لحتة تانية، ده بياخدنا لأن يا جماعة شوفوا بقى الناس اللي بترفع صوت على صوت النبي، اللي هي بتعترض على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللي يقول لك كلام النبي قالوا النبي بس مش داخل عقلي، ونبدا بقى ايه نرد يعني امر رسول الله عليه الصلاه والسلام. وبالمناسبه
كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بس عشان نشوف الدنيا ماشية جمال الصحابة الكرام، وعشان كده سبقوا سبقا بعيدا الناس دي، عشان النبي بيقول والله لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومع ذلك كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تعرف لما حصل أرسل النبي وجهز جيشا واللي هو ملاقاة الروم سيدنا أسامة بن زيد، وفي النهاية جه قال والله طيب أسامة بن زيد ده يقعد وإحنا عندنا اللي هي حروب الردة اللي هو المرتدون يعني، فنعمل إيه؟ فقالوا والله سيدنا ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه، سيدنا أسامة بن زيد مش اللي إحنا نوديه، اللي إحنا عندنا دلوقتي مرتدين، فإحنا نعمل إيه؟ نودي هنا ولا نودي هنا؟ فالصحابة كلهم، فسيدنا أبو بكر قالوا شوفوا اللي ودى الجيش ده مين؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام، واللي حط أسامة اللي عمره 17 سنة ده مين؟ ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فأطيع رسول الله حيا وأعصي رسول الله ميتا. يا جماعة هو ينفع؟ يبقى أنا بوشين النبي أقول له تمام وزي الفل، ولما ينتقل الرسول أنا أخالف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب أنت لو عملت كده، قال أخشى إن فعلت أن أهلك فأزيغ أو أضل، والله لو أن الطير تخطفني ولو أن السباع حول المدينة تأخذ بأرجل أمهات المؤمنين، والله ما تركت أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوفي سيدنا أبو بكر بيعمل زي دي، كان حفاظ على النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما النبي قال يا ليتني كنت أخذت برخصة رسول الله، طب ما تفطر يا عبد الله بن عمرو، الصيام ده مش فرض عليك يا عبد الله بن عمرو، قال لا وأنا أفطر ليه؟ أنا ما ينفعش، أنا عاهدت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان يجمع 7 أيام كده يصومهم وسبعة أيام يفطر، وخايف إن هو ليه قال ما ينفعش إلا أنا يبقى فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر، أنا وعدت النبي أو عاهدت رسول الله على أمر وبعدين أخالف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقصة سيدنا ثابت دي بتعلم معاني لطيفة جدا، اللي هو لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ليه بقى؟ أن تحبط، أي خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عايزين نتكلم عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. شوفي النبي عليه الصلاة والسلام في قضية السنة في رمضان سنن كتيرة جدا 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 يعني، بس احنا مش هنتكلم عن الفرائض، لا احنا هنتكلم عن سنن النبي عليه الصلاة والسلام. أولا سنن النبي، أول ما كان يدخل رمضان عليه الصلاة والسلام يدعو بالدعاء المعروف اللهم اهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. يدخل للنبي عليه الصلاة والسلام رمضان فكان أكثر من الريح المرسلة في خيرها، فكان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. يدخل رمضان فكان قارئا للقرآن، لأن ده شهر القرآن، وكان جبريل ينزل على سيدنا النبي يدارسه القرآن. يدخل رمضان فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على القيام، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا، مش يقوم رمضان غصب عنه، لا ما فيش حاجة اسمها غصب عنه، قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. طب نقوم رمضان يا مولانا كم ركعة؟ شوفوا المذاهب الأربعة بتقول اللي هم يا جماعة 20-23 ركعة، طب احنا بنسمع 11 والسيدة عائشة بتقول والله ما زاد رسول الله على 11 ركعة و13 ركعة ابن عباس وبتاع، ما هو نقول شوفوا احنا يا جماعة طول عمر مصر بفضل الله والأزهر ما زال إلى الآن بنصلي 23 ركعة الحمد لله، 20 ركعة والثلاثة اللي هي الشفع والوتر، وبعض المساجد عندنا في مصر بفضل الله عز وجل، لغاية لما بدأ بقى في الثمانينات بقى وبدأ الجماعات الإسلامية تدخل وبتاع، وقعد يقول لك دي السنة اللي هي 8 ركعات والنبي، وشوف السيدة عائشة 11 ركعة، وكان في الوقت ده غياب، خلينا أقول بكده غياب من بعض العلماء الربانيين، الأزهر يمكن خفت ضوءه شوية في فترة من الفترات، فظهر الناس دي على الساحة، فبدأنا نقول والله 11-13 ركعة، نقول طيب أنتوا بتاخدوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالهوى؟ ولا بتاخدوا سنة رسول الله كما هي؟ النبي لما صلى يا جماعة نأخذ السنة كما وكيف، ما ناخدش العدد ونسيب بقى الطريقة كانت ازاي. كان النبي بيصلي ال 11 وانا معاكم ان هو كان بيصلي 11 او 13، بل في روايات بيصلي اكتر من كده، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي بالعدد لكن بالكيف، فكان الصحابة بيقولوا كنا نخرج نعتمد على العصي عند بزوغ الفجر من شدة طول الصلاة، طول الصلاة كانوا بيصلوا طول الليل. قول انا مش قادر، اقول لك صلي بايه في الركعه ما عنديش مشكله، بس ما تقوليش هي دي السنه وما ينفعش مجاوزه السنه والكلام ده، والا راي الائمه الاربعه وعمر بن الخطاب جمع الناس على 23 ايه ركعه. قول لي مش قادر لكن ما تقوليش هي السنه. من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ودي الكلام ده ممكن صعب صدمه كده على الناس يعني، لكن المسجد الحرام 23 ركعه، مسجد النبي 23 ركعه، مسجد الازهر كعبه العلم اللي هو 23 ركعه. فيا جماعه اهدوا شويه كده وما تقولوش السنه وتضحكوا على الناس بالكلام ده، قولوا احنا بناخد عدد بس الكيف مش عاجبنا، بس اقول لكم ماشي
يقولوا والله الهوى، اقول لكم الهوى ماشي، لكن عمر بن الخطاب وتردوا بقى الائمه الاربعه مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه وعمر بن عبد العزيز ومن قبلهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب لا يا جماعه مش هينفع ده. ايضا من سنه النبي عليه الصلاه والسلام كان النبي بيحافظ على 12 ركعه اللي هو في غير من غير الفريضه، اللي هو في النهار والليله، اللي هو يا جماعه السنن المؤكده، اللي هو قبل الفجر يا جماعة عندي ركعتين اسمهم ركعتي الرغيبة، عندي قبل الظهر 2 أو 4، وبعد الظهر 2 أو 4، لو صليت 4 يبقى 2 بعديهم، لو صليت 2 قبل الظهر يبقى 4، يبقى كده كام ركعة؟ 2 قبل الفجر الصبح و6 في الظهر يبقى كده كام؟ 8، يبقى كده 8، و2 بعد المغرب 10، و2 بعد العشاء 12. طب أنا لو عملت كده إيه اللي هيحصل؟ خدي بقى الكلام الرائق الماتع الجميل من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث عند مسلم يقول عن النعمان بن سالم، ونحفظ السند ده، عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسه بن أبي سفيان قال حدثني أم حبيبة اللي هي زوج النبي رملة بنت أبي سفيان اللي هي أخت عنبسه، يبقى نعمان بن سالم عمرو بن أوس عنبسه أم حبيبة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. ده أصلا طول السنة مش بس في رمضان. ده لا ده أنا بقى ده رمضان بقى يبقى لابد أجمل طبعا. ده أكد يعني. بس أنا بس عشان الصواب، بص كانوا إزاي بيتبعوا سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تاني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، أم حبيبة بتقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في مسلم، من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بني لهن بيت في الجنة، صح؟ شوف بقى النعمان بن سالم بيقول والله ما تركتهن منذ أن سمعتهن من عمرو بن أوس، من ساعة ما سمعتهم من الراوي والله ما تركته. عايز كل يوم بيت في الجنة. ده خلاص بقى. وعمرو بن أوس يقول والله ما تركتهن منذ أن سمعتهن من عنبسة بن أبي سفيان. ويقول عنبسة والله ما تركتهن منذ أن سمعتهن من كل أم حبيبة. كل حد سمح وعايز. وأم حبيبة زوجة النبي قالت والله ما تركتهن منذ أن سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ أحمد نبدأ ناخد تليفونات حلقتنا النهاردة. أم أحمد أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا حبيبتي اتفضلي. أهلا بيك الله يخليك. أنا كنت بس عايزة أسأل الشيخ ربنا يكرمك كده دعاء عن اللهم صل على النبي عن الشيخ صادق العدوي عليه رحمة الله رضي الله عنه. رضي الله عنه. هو الشيخ صادق العدوي كان من 25 سنة أنا سمعت منه الحديث دوت يعني. كان قال من ليلة الجمعة من صلى بعد ما يصلي صلاة الفجر وبعدين يقول سبحان الله وبحمده 300 مرة ويقول الله بقى بعد ما يخلصهم يعني يقول اللهم إني وهبت فضل وثواب هذا التسبيح لأبي والأمي والأمواتنا وأموات المسلمين أو لأبي وأمي ومن معهم في قبرهم وأمواتنا وأموات المسلمين ربنا يعني هيوصل له الثواب وكده ويجعل قبره منور والأموات يدعوا لي يعني لما أنا أعمل كده الأموات حبيبة قلبي حضرتك فهمت معنى الحديث؟ أنا فاهم حضرتك تمام يا حبيبة قلبي. أولا ربنا يبارك فيها ويحفظها يا رب وهي ذكرتنا بالصالحين. وسيدنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي دايما نقول كده عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. وسيدنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي نحسبه من العلماء الربانيين الطاهرين الأتقياء الأخفياء الأنقياء. سيدنا الشيخ إسماعيل أنا عاصرته وكان إماما وخطيبا للجامع الأزهر. وكان سيدنا الشيخ إسماعيل إذا تكلم وذكر الله أو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بكى الناس، الناس تقعد تبكي كده، وهذا لا يكون إلا بسبب إخلاص سيدنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الشيخ إسماعيل كان له حال عجيب مع الله عز وجل، وكان سبحان الله القصة اللي هي بتقوله مش حديث وإنما هي تتكلم على ورد كان له أوراد سيدنا الشيخ إسماعيل له أوراد يبدأ يعني يقولها كده ليلة الجمعة بعد فجر الجمعة في حاجة اسمها الورد ودي أحوال بيبقى موظفة عند الأولياء أولياء الله الصالحين وهي مجربة
الإنسان ممكن يقول يا لطيف مثلا 1000 مرة، فأنا جربتها 1000 مرة فبيحصل لي كذا وكذا وكذا من الخير. أيوة. واخد بال حضرتك؟ لكن هنا ينقص شرط واحد بس اللي هو الإخلاص. ما عشان ما هو أصل الدواء المجرب ده عامل زي الدواء، اللي ينفع لي ممكن ما ينفعش أستاذ دعاء أو العكس. لكن هو إمتى؟ إن صادف قلبا خاليا من البشر ولم يكن فيه إلا الله، يبقى قلب كده خالي من البشر بس ما فيهوش إلا الله وفي نقطة الإخلاص الله تبارك تعالى. طب هقول بقى الذكر والأحوال الموظفة دي واللي هو سبحان الله أو الأوراد بتاع سيدنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي، ينفع اللي احنا نقول الأوراد دي ما فيش مشكلة، لكن بيقين وبصدق وإخلاص ونهب ثواب، سواء بقى ده أو غيره ممكن نهب ثواب أي ذكر. يعني أنا قرأت القرآن أهب الثواب، ممكن أقول ذكر أهب الثواب، ممكن أعمل طاعة فأنا بعمل الطاعة دي عشان لفلان وروح أبي وأمي وإخواتي والصالحين وإلى آخر، أهب الثواب وربك الكريم يتقبل بإذن الله تعالى إن شاء الله. ولا شك إن الأموات يفرحون طبعا لأن في خير جاي لهم طبعا، فيفرحوا بمين؟ بمن أهدى إليهم هذا الإيه؟ هذا الثواب. احنا نعمل واحنا عايشين لاهلنا مثلا للاموات علشان ربنا يسخر لنا حد بعد ما نموت يعمل لنا برضه. ما هو اذا مات ابن ادم انقطع ماله الا من ايه؟ الا من ثلاث: صدقات جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فاحنا محتاجين كل واحد عنده قصه يربي اولاده عشان لما يقول يا رب اغفر لابي وامي الله عز وجل يتقبل. صح. والقران حث على كده: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره. فانا ادعو واشكر، حتى لدرجه ان مجاهد يقول يا جماعه شكر الوالدي، اللي انت مع كل فرض تدعو لوالديك، مع كل فرض تدعي لمين؟ لوالديك، فتقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شيماء اهلا بيكي. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. ازاي حضرتك عامله ايه؟ اهلا بيكي. معلش بس انا كان عندي كام سؤال معلش. اتفضلي. بسم الله. هو اول سؤال معلش عايز اعرف ايه الفرق بين صلاه الحجه وصلاه الاستخاره؟ صلاة الايه؟ صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة الفرق بينهم؟ ايوه. طيب السؤال التاني. تاني حاجة، هو انا لو مثلا في حاجة عايزاها تتحقق مثلا وطلعتي مثلا صدقة بالنية دي، ولا وايه الدعاء اللي ممكن ادعيه عشان خاطر الحاجة دي تتحقق؟ لانها بقى لها كام سنة مثلا. يعني انت مثلا عاوزة تتجوزي مثلا عايزة اتجوز شخص معين مثلا، عايزة اطلع مثلا نية صدقة بالحاجة دي، فعشان ربنا يكرمك وتتزوجي صح؟ اه مثلا. ماشي. طيب في اي سؤال تالت؟ كمان بقى دلوقتي مثلا انا في الايام مثلا انا ما بصليش فيها في رمضان، ينفع امسك اقرا قران من الموبايل نفسه ولا لا؟ ما ينفعش. ماشي. وايه اخر سؤال؟ الذبحة ولا لا؟ وايه؟ السبحه؟ لا السبحه السبحه امسكها عادي ولا السبحه والقران؟ حاضر. ماشي. ماشي حبيبه قلبي. دلوقتي ثلاث اسئله. اول سؤال، الفرق بين صلاه الحاجه وصلاه الاستخاره. صلاه الاستخاره اذا هم احدكم بالامر هو يقبل على امر. خلاص، فهو يبدا يصلي ركعتين، الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت في الحلقه. صلاه الحاجه دي ركعتين، سنه عاديه خالص، هو بيطلب من الله حاجه معينه ويريد ويسال ربه تبارك وتعالى ان يقضي له ايه حاجته. لكن صلاه الاستخاره اللي هو مش عارف هي كده ولا كده، هي يمين ولا شمال، هو صح ولا غلط، اقدم ولا ما اقدمش، فدي بيبقى اسمها صلاه الاستخاره، هو يستخير ربه في الامر ده. سالت اذا ليها حاجه او واحده مثلا هي عاوزه تتجوز، هي عايز واحده عايز تتجوز حد معين او واحده عايزه اي حاجه معينه، شوفي هو عامه وهي بتدعي تطلع صدقه، هو يدعي الانسان دايما. احنا ندعو كده ان ربنا ان كان في الامر خير نسال الله عز وجل ان ييسر له، لكن ينفع ان انا اتصدق او اقدم طاعه من اجل ان ربنا يوفقني لهذا العمل؟ ايوه ينفع ان انا اعمل حاجه، بس في النهايه فوض الامر الى الله، يعني توكل على الله عز وجل. لان احيانا بعض الناس بقى ايه، انا نفسي اتجوز فلان الفلاني، وبعد ما تتجوزه يبقى انسان طلع 180 درجه، تغير تماما، لا هو صالح ولا هو بتاع، وهو طالح وما بيعملهاش بقى بكتاب الله ولا سنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وبيعملها بالقسوه وبتاع، فتقول له يا رب يعني ده انا كنت بدفع فلوس قد كده عشان يجي لي. لا، هو الامر اللي احنا ايه نبدا نفوض الامر الى الله تبارك وتعالى ونسال ربنا واحنا بنطلع الصدق دي: اللهم ان كان فيه خير فقربه مني وقربني منه. يعني احنا ندعو الله عز وجل بهذا الايه، بهذا الدعاء.
الحاجة الثالثة هي بقى آخر حاجة سألتها على قراية القرآن. يجوز للمرأة الحائض أنها تمسك الموبايل، تفتح الموبايل التطبيق كده وتقرأ القرآن وهي حائض؟ الذكر، تذكر الله عز وجل، كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. الذكر اللي هي السبحة يعني، هي سألت على السبحة. حضرتك بتتكلم السبحة وانا السبحة فاذكر الله، ما فيش مشكلة في اي وقت خالص. ما فيهاش حاجة خالص اصلا. ام محمد اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذ دعاء؟ اهلا بيكي. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. لو سمحت عندي سؤال للشيخ. والله اتفضلي يا فندم. حضرتك انا مركبة الاولاد. تمام. فالدورة بتجيني مرتين في الشهر، تاخد اسبوع في كل مرة. فانا اخذت لها حبوب عشان ما تنزلش عليها في شهر رمضان. فلها يومين حضرتك بحس في نقط دم، بس مش من الداخل، انت فهمان يعني، مش من الخارج يعني. بص يا فندم، بس بدايه ركزي معايا بس واحده واحده، الله يخليكي. ماشي. بين انقطاع الحيض وبين نزول الحيض الطهر ده قد ايه وقت؟ قد ايه؟ كم يوم تقريبا؟ 15 يوم. طب حلو قوي، ماشي. يبقى اقل الطهر احنا عندنا 15 يوم، تمام؟ فان نزل حيض بعد ذلك يبقى حيض. ما حضرتك انا واخده حبوب ترفع الدوره في رمضان بقى. لا. السؤال بتاعها ماشي. في رمضان. ماشي. في رمضان. في رمضان. فما اترفعتش في، لا هي اترفعت حضرتك اسبوع ما نزلتش. تمام. بس من 3 ايام حضرتك في نقط بسيطه من الداخل يعني. طب النقاط دي هي نقاط دم اللي هي دم الحيض ولا مش دم يعني اللون، لون دم الحيض ولا اللون اللي هو الاسود يعرف ده، اللون الاحمر الداكن قوي ده، او اللي بيبقى فيه يعني المشوب بحمره؟ انت عارفه اللون، لون الحيض، هل هو ده ولا لا؟ لا هو مختلف، مش زي الحد ومش نفس الحياض. طيب انا ارجو ان حضرتك بس يعني تعاود الطبيبه في المساله دي، لان ده ممكن يكون ده نزيف او حاجه او ما اشبه، وممكن ما يكونش دم حيض. فأرجو أن حضرتك تراجع الطبيبة في المسألة دي. طيب معنا تليفون. أميرة أهلا بيكي. أميرة سمعيني؟ ألو. أيوة حبيبتي تفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي يا أستاذة دعاء، كل سنة حضرتك طيبين. كنت عايزة أسأل الشيخ بس سؤال. تفضلي يا فندم. ماشي الله يكرمك. من تقريبا كده 5 شهور كان حصل فيه مشادة بيني وبين أخويا في بيت والدي يعني هناك. فطبعا يعني حصل تطورات إن إحنا دلوقتي ما بنكلمش بعض خالص. فجينا في 15 شعبان، كان والدي يعني أخويا كان عايز يكلمه في التليفون، فقال لبنته قولي له إن أنا مت. فلما مين اللي قال؟ أخوه بابا يعني والدي انا. بابا قال لبنته ابوها كان بيكلمه، بيكلم بنته، فقال لها اديني جدك اكلمه، فقال لها قولي له ان انا مت. فانا لما طبعا عشان كورونا وكده قلت له بابا خلاص يعني احنا نسامحه وخلاص مش مشكله يا بابا، يعني احنا نتنازل عن حقوقنا مش مشكله يعني. وكلمه يا بابا، قال لي لا انا لو كنت ربيت كلب كان طمر فيه انا مش عارفه ايه. فالمهم يعني بابا، هو ايه المصيبه؟ ايه المصيبه اللي عملها عشان بابا يوصل للحال ده؟ ان انا كنت رايحه عند والدي، ف يعني لقيت اخويا في الشقه عند والدي، هو بيت عيله، هو ساكن فوق والدي بالظبط. فالمهم ان انا دخلت فبقول لهم ده الباب الشارع مقفول، لان انا والدي عامل شريحه في رجليه، فماشي ماشي بعصيان، فلازم الباب يبقى مفتوح يعني. فالمهم قال كلمه كده يعني شتم ابنه ان هو اللي قفل الباب، فانا سكت. فراح عيد الكلام تاني، فقلت له عادي يا ابراهيم يعني ما بتحصل منك يعني، انا قلت على اسمي يعني. فالمهم فراح قايل لي انت ما بتنصفنيش، انت اللي مدلعه ابني، انت اللي مقويه عليا، انت اللي مقسياه، انت وقعد يشتمني. وبعدين انا والدتي متوفيه من 17 سنه، فراح قايل لي انت حراميه. فقلت له انا حراميه ليه؟ فراح قايل لي عشان انت كلت ورث، وعشان انا مثلا شلت مراره وشايله مفصل من ايديا، فراح قايل لي وربنا هيزيدك اكتر عشان انت واكله ورث. فقلت له انا ما اكلتش ورث ولا حاجه. فبابا زعل من كل ده يعني؟ فايوه. فبابا قال لي لا انت مالكيش في الكلام ده. قلت له انا بنت وانا مش بوزع ورث عشان خاطر انا ابقى. طب بصي يعني. انا هجاوبك. هو دايما البنت بتبقى قريبه جدا من الاب، يعني هي دايما الاب بيبقى خايف على البنت وبيقول هي ملهاش ضهري بقى وبتاع، واحنا مش عاوزين ناكل البنت وما ينفعش اللي احنا كلنا نيجي عليها.
فيبدو ان اخوها لما شتمها باباها زعل، وازاي تشتم اختك وانا بقى بعد ما اموت بعد عمر طويل يعني ربنا يبارك في عمره هتعمل فيها ايه؟ اذا كنت انت بتعمل فيها، كلنا كنا نسمع الكلام ده، انت بتعمل فيها كده وانا عايش، امال لو بعد ما اموت هتعمل ايه؟ فيبدو ان هو زعلان قوي. فانت ده دورك، دورك اللي انت تصلحي العلاقه ما بين الطرفين، واخوك يروح لباباه يقبل ايده ويقبل رجله يقبل راسه ويقول له سامحني انا غلطان، ولا يتكبر ابدا على والده حتى لو هو ما كانش غلطان، يقول له معلش انا غلطان، وانت بايدك انت اللي هترجعي العلاقه ما بينه. استاذ اسماعيل اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا استاذ دعاء. اهلا اتفضل. الله يبارك لك. اولا جزاكم الله كل الخير على هذا البرنامج يا استاذ دعاء. ربنا يكرمك. الاستاذ احمد بس عايز اساله. اتفضل يا فندم. تكبير ايه. اتفضل يا فندم. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. في الايه 40 من سوره التوبه ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الرسول وهو وسيدنا أبو بكر وهما في غار ثور في الهجرة. ليه سيدنا أبو بكر كان خايف على الرسول، فالرسول قال له لا تحزن، ليه الرسول ما قالهوش لا تخف؟ أنا عايز تهان في فرق بين لا تحزن وفرق بين لا تخف. ماشي. جميل قوي ما شاء الله. ماشي يا أستاذ إسماعيل. يعني سؤال رائع وجميل جدا. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الغار فكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الحزن هنا اللي هو فيه تألم، في شدة ألم. أيوه. هو بيبقى أعلى، بس الخوف بيبقى ممكن يكون خوف من البشر، ممكن خوف من شيء فلو فات، لكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان عنده الحزن اللي هو المشوب، عارفة بالألم، في أنه خاف على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يصيبه شيء، لدرجة أنه كان بيحاول أنه يسد الفتحات الغار لدرجة أنه لقى فتحة فسدها برجله رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، لدرجة أن في حاجة قرصت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بتعمل كده ليه يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله يعني خوفا أن يمسك شيء، يعني ده خوفا أن يمسك شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله إيه؟ إن الله معنا. فالحزن هو كان متألم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم أذى عليه الصلاة والسلام، لكن الخوف اللي هو الخوف العادي اللي هو ممكن يعتري البشر، وبزوال السبب يزول الإيه؟ يزول الخوف. نعم. طيب شيخ أحمد، إحنا دلوقتي هنروح فاصل ونرجع تاني مشاهدينا نكمل حلقتنا، خليكم معانا. وصلنا مشاهدينا لفقرتنا اليومية، فقرة الخير بالتعاون مع الجمعية المصرية وواحدة من مبادراتها فاستبقوا الخيرات. ضيوفي الشيخ أحمد المالكي مكمل معانا من علماء الأزهر الشريف، والأستاذ محمد محفوظ المتحدث الإعلامي للجمعية المصرية ومبادرة فاستبقوا الخيرات. أهلا بيك. يا أهلا بيك أستاذ دعاء. منورنا يا شيخ أحمد. شايفة الشيخ أحمد المالكي يبقى فيه البسمة طالعة كده صفرك. إن شاء الله. طبعا أنا سعيد بوجودي معاك ومع مولانا طبعا أستاذنا الجميل صاحب المنهج المعتدل والوسط دايما. الله يخليك ربنا. منورين البيت. ربنا يسعدك. جميل يعني. شكرك. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك يا مولانا. منورينا في بيت دعاء. ربنا يخليك. إن شاء الله الفطار بعد. عايزين نتكلم كده، أبدأ بيك يا محمد، ونتكلم عن مبادرة فاستبقوا الخيرات. جميل. فاستبقوا الخيرات، نقول شهر رمضان شهر تكثيف للعبادة. أيوة. وزي ما هو شهر أيضا تكثيف للعبادة، وأكيد شهر تكثيف للعمل الخير، وتلاقي في دايما في منافسة، كل واحد دايما بيقدم كل شيء قادر عليه يعني. بالضبط. فإحنا ماشيين في الجمعية المصرية من خلال مبادرة فاستبقوا الخيرات في طريقين، بنحاول بقدر الامكان نشوف اكبر كم نقدر نساعده، بنشوف الحالات اللي محتاجه مساعده وبنعرضها على الشاشه زي ما حضرتك كده بتشوف معنا، وطبعا مولانا الشيخ احمد، وفي نفس الوقت بنحاول على الجانب الاخر يعني على قد ما بنقدر نساعد نقدم للناس دي كم المساعدات اللي نقدر نقول زي ما في تكثيف للعباده يكون في تكثيف للناس من خلال شهر رمضان، بحيث ان شاء الله ندخل على العيد نشعر برضا واللي احنا راضيين على نفسنا واللي احنا قدرنا بالفعل نقول للناس ان في انجاز تم من خلال مبادره فاستبقوا الخيرات. اكيد في ناس مش محتاجه، كلمه محتاجه دي قليله،
يعني في ناس من خلال التقرير لسه حضرتك امبارح وشيخنا الحاجه ابتسام اللي كانت موجوده في الاسماعيليه وشفنا بيتها عامل ازاي، بيت عباره عن ما فيش مساحه وفي نهايه قاعده تعتبر قاعده في الشارع، بس احنا بنشيك الموضوع بنقول موضوع عباره عن خيمه، موضوع صعب جدا، والفقر زي ما بنقول يعني لو كان رجلا لقتلته. يا سيدنا عمر صحيح صحيح. الصور بتاعتها نفكر مشاهدينا بتقرير امبارح. طبعا البيت قايل للسقوط وهي مش قاعده فيه وقاعده بره، ما هو مش بيت مفيش بيت، نتيجه شويه بس مطر كده فضح الموضوع يعني. طبعا. فنقلوا المشهد اللي احنا شايفينه ده كمان ده كان ساترهم. يعني حتى احنا شايفين حتى الابواب الاسقف السقف اصلا عامل ازاي، البيت اصلا متهالك. هو خلاص يعني هو واقع تقريبا، مفيش بيت فعلا. انت متخيل رغم ان البيت متهالك وهم مبسوطين بيه، وده كان بالنسبه لهم بيت فعلا، ده رضا بالظبط. عندهم رضا، حاله من الرضا. لكن لما الوقت بس شويه مطر جم وكشفوا اللي بيحصل فقاعدين وقت في الشارع، وده على فكره تبدى من خلال الست وهي بتقول انا محتاجه اوضه وصاله مش عاوزه اكتر من كده، يعني مش طالبه، ده هي طالبه الكفاف يعني. صحيح. هي لما بيجي يتكلم طالبه الكفاف. وانت ذكرت بحاجه جميله قوي اللي هو سيدنا عمر اللي قال كده لو كان الفقر رجلا لقتلته. لان حتى القران لما ذكر الفقر قال الشيطان يعدكم الفقر. صحيح. ويامركم بالفحشاء، لان الانسان لما يبقى فقير يعمل ايه؟ ما خلاص بقى انا فقير وهموت وعاوز اكل وعاوز اعيش وعاوز اسكن. طبعًا. فاما ان يسرق واما ان ياتي الفاحشه واما ان مش عارف يعمل. فلذلك الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالايه؟ ويامركم بالفحشاء. وبالمناسبه فضل. عشان بس بعض الناس اللي هي بتتكلم ويجي يقول واحنا في بدر بقى في السبخه، يقول لك يا مولانا طيب امال بقى بتاع المساكين والله ما احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. اولا الحديث ده لا يصح. ايه رايكم بقى؟ يعني حديث عند الترمذي لا يصح، وان صح فالمسكنه في الحديث بمعنى التواضع. النبي يا جماعه لا يدعو ان يكون فقيرا ابدا، ده النبي جاي يحارب الفقر صلى الله عليه واله وسلم. ده النبي كان صباحا مساء يقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر، ويقرن مع الكفر ايه؟ الفقر. تخيلوا، لان الفقر ربما يؤدي الى الكفر والعياذ بالله. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر. صحيح. فبعض الدعاء اللي بيتكلموا يقول لك بص النبي بقى اللهم احين مسكينه، كل دعوه تدعو الى الفقر ليس من دين الله في شيء. لازم الناس تفهم طبعاً الكلام ده طبعا، والا ما كانش قال يعني اعمل دنياك كانك تعيش ابدا. أيوة صحيح. فاحنا امه يا جماعه بتنهض بالانسان حتى يعني تستقيم له الحياه. فلا تستقيم له الحياه الا اعماد الحياه، المعيشه اللي هو المال. اللي هو المال محتاج سكن طيب، محتاج ان انا اعيش، محتاج ان انا لقمه هنيه، واخد بال حضرتك، اللي هو الكفاف اللي احنا على الاقل، اللي هو الحاجيات اللي احنا محتاجينها في الزمن ده. احنا ما بنتكلمش في تحسينيات، ما بقولش الناس روحوا اسكنوا في روحات فيلا، ربنا يكرم الجميع يعني. طبعا. لكن الست بتقول ايه؟ طبعا. بتقول والله ده شقه يعني انا محتاجه اوضه وصاله، محتاجه بس تشعر بالستر فقط. نعم. أيوة. صحيح. وشيخ احمد حضرتك كنت في حلقه قبل كده لما اتكلمت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم او سنه النبي ان احنا لما ندي الفقير نغنيه، يعني نخليه يستغنى ان هو يطلب من حد تاني. اذا اعطيتم فاغنوا. أيوة. انت عارفه المعنى ده، اذا اعطيتم فاغنوا. وانت بتدي، ما انا قلت يا جماعه بقى قبل كده الايه لازم نتوقف عند ختام الايه والله واسع عليم. عليم بما في القلوب. انت بتدي متردد ولا انت بتدي بالحب وبالرضا الحمد؟ فانت بتدي، انت عارفه احدهم لما واحده ابن سيدنا جعفر عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب، فواحده بتقول له يا ابن الطيار في الجنه اعطني مما اعطاك الله. فكان معاه كده رمانه على شكل رمانه يعني من ذهب، حاجه ذهب على شكل رمانه وزنها 300 مثقال. يعني تقريبا 1275 جرام من الذهب الخالص. لا عيار بقى 18 ولا عيار 21. لا ده ذهب خالص، ذهب ذهب يعني، ذهب ذهب جميله. حاجه كده تغري العين. بالظبط. تغري العين يعني. ف 1275 فرح مديها الرمانه كده على طول، ما فكرش، لم يتردد، بدون تردد. عشان كده ربنا بيقول يا شيخ احمد وسارعوا، ما فيش تردد. مفيش. لو انت هتفكر والكلام ده ما كانش قال وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض وعده المتقين الذين ينفقون. الذين ينفقون بس فين؟ في السراء والضراء. في دي بالظبط. مش معنى ان احيانا ممكن انا اكون قادر بس ظروفي الايام دي غير مثلا السنه اللي فاتت، فاقول لا والله السنه دي ما فيش زكاه، السنه دي مش عارف مش ايه، هطلع صدق. السنه دي مش هطلع حج. خلاص يا سيدي انت مش هتحج او هتعمل عمره ونتيجه الظروف اللي احنا موجودين فيها، تصدق للكلام ده، طلع الزكاه بتاعك. صحيح. صحيح. يعني صحيح. يمكن اركان الاسلام اللي احنا عارفينها ان هي خمس. نعم. اربع اركان فيهم العباده او العلاقه بين الانسان وبين ربه. نعم. الزكاه هي بين العبد والعبد. صح. عشان تكمل اركان الاسلام. فعلشان كده بنقول ان في الناس اللي موجودين واحنا بنعرض حالاتهم دول مننا، همش غرب عننا او اللي احنا نتنصل منهم، وخيركم خيركم لاهلي. واحنا بنقول ايضا ان احنا في شهر رمضان الكريم، فعلا اللي بيقدر على اي شيء ربنا يجازيه يعني.
طيب انتوا في مبادره فاستبقوا الخيرات محتاجين ايه؟ احنا كلمه محتاجين ايه اكيد محتاجين كتير جدا جدا فطراء كتير يعني يمكن الشيخ احمد حاله الحاجة ابتسام الموجوده في الاسماعيليه هو قال كلمه حلوه جدا الحلقه اللي فاتت يمكن رنت في ودني ان معظم البيوت في المنطقه دي بنفس الشكل بنفس الشكل فمش حاله بس اذا كنا احنا بنعرض حاله فدي حاله من الاف الحالات اللي موجودين يعني واحنا بنقول ان مؤسسات المجتمع المدني مع الدوله الاثنين مكملين بعض احنا عندنا في مصر بما يقرب من حوالي يعني في تقرير في 2016 حوالي 24000 جمعيه ودول المعتمدين رسمي لكن في جمعيات لسه مش رسمي تحت مظله وزاره التضامن الاجتماعي اللي مش معتمد رسمي حوالي 48000 جمعيه على مستوى العالم حوالي 655 مليار ده المجتمع المدني بيقدمه للدول تمام فالاثنين اكيد زي ما بنقول دايما مع بعض اللي احنا مكملين لبعض حلقة وصل دايما للناس اللي احنا دايما بنشوفهم على الشاشه اللي هم محتاجين يعني فاكيد محتاجين كتير في ناس محتاجين والله فلوس في ناس داخله على العيد محتاجين لبس في ناس في رمضان بيجي يفطر يا دوب الحياه ماشيه يعني بستر وفضل ربنا فاكيد محتاجين حاجات كتير جدا وبعض الناس يا استاذ دعاء يعني اقول ايه بيستصغر تمام يعني بقول لك لا تحقرن شيء يعني ما ربما اللي انت شايفه صغير ده واللي انت هتتبرع بيه لبس بالنسبه لك ربما قديم وانت ما تهتمش بيه ربما ده يفرق جدا جدا لناس تانيين ورب درهم سبق 100000 فمن يعمل مثقال ذره خيرا مثقال ذره صحيح يعني فاكيد احنا محتاجين الناس دي تتسطر واللي محتاج يعني على الاقل اللي هو بس ياكل ويشرب ويكون عايش مستور احنا مش عايزين اكتر من كده طيب تعالوا مع بعض نشوف دلوقتي تقرير من تقارير فاستبقوا الخيرات المبادرة أم نادية وهي أم زي كل أم مصرية شقيت على أولادها جوزت 5 بنات طبعا استدانت استلفت فكترت الهموم عليها تعالوا نشوف التقرير مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلون طيبين؟ نتعرف بيكي؟ أم نادية أم نادية، أكيد أنتِ نادية، إزيك يا نادية عاملة إيه؟ الحمد لله كل سنة وأنتِ طيبة ورمضان كريم عليكي أنت طيب يا رب صايمة النهاردة؟ يلا ربنا يمتعك بالصحة، احكي لنا أم نادية كده إحنا أهل الخير قالوا إن أم نادية يعني ظروفها المادية شوية مختلفة يعني أنا مجوزة 5 بنات ما شاء الله وعليا ديون منهم يعني والناس شاكينا عامة يعني الناس شاكينا جامد جوزتي 5 بنات ربنا يديك الصحة يا رب ديت وهي قاعدة كده زي ما انت شايفة كده يعني زي القمر وبإذن الله قريب هنلاقي نادية متجوزة إن شاء الله بإذن الله يعني أي حاجة بتعوزها ما فيش معايا ما أقدر إن أنا أجيبها يعني عايزة غيار ما فيش معايا ما أقدر أجيبه لها عايزة يعني لو حسب الظروف أوي وما فيش حفاضات تلبسي ما بقدرش أجيبها لها يعني طيب يا نادية قول لنا أنت نفسك في إيه يا نادية؟ أنا نفسي إن أنا أتعالج ممكن على أيديكم بإذن الله تعالى يمكن الكاميرا موضحة كل شيء و وهيطلع كده هيطلع لأن مش قادرة أصرف عليه يعني هو مجموع حلو وكل حاجة بس مش قادرة نصرف يعني عليه هو حتة عيل على 6 بنات طيب يا أم نادية إحنا من خلال الجمعية المصرية ومن خلال مبادرة فاستبقوا الخيرات بإذن الله الأهل الخير اللي بتفرجوا علينا أي حد يتواصل معنا بإذن الله يا نادية مباشرة هتلاقوهم جايين لكم يعني ودي حاجة من خلال برضو مبادرة فاستبقوا الخيرات دي حاجة بسيطة بنقول عادية رمضان كل سنة وانتم طيبين وبإذن الله موضوع علاجك أهل الخير اللي بتفرجوا علينا من خلال مبادرة فاستبقوا الخيرات بإذن الله إن شاء الله تواصلوا معنا ونرجع لكم مرة تانية يا نادية إن شاء الله ماشي ربنا يوفقك كل سنه طيبه وانت دمك خفيف وزي القمر اهوت ما شاء الله يا ناديه كل سنه وانت طيبه ربنا يبارك فيك يا رب ان شاء الله ام ناديه اهل الخير تواصلوا معنا ومن خلال مبادره فاستبقوا الخيرات باذن الله نرجع مره اخرى ونحاول نعالج ناديه وده كله طبعا من خلال الجمعيه المصريه ومن خلال مبادره فاستبقوا الخيرات من خلال حضراتكم في الاساس ان شاء الله وفضل ربنا ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم We'll be right back.
شفنا طبعا الحاله مع بعض وتعليق حضرتك يا شيخ احمد. هو انا تعليق بس قبل الحاله، انا محتاج ان انا تعقيب صغير. اللي احنا للاسف الشديد العادات الاجتماعيه في مصر بتخلي ناس ممكن تدخل السجن بسبب الديون. أيوة. اللي انا محتاج ان انا اجوز بنتي، فالزوج للاسف بقى هنا يقول طب هتجيبوا ايه، احنا عاوزين واحد واثنين وثلاثة، وبيبدا في حمل على طبعا والد البنت، فيبدا يتدين من هنا ويجيب من هنا بالقسط ويكتب على نفسه صلاة امانه ويكتب عشان عاوز يسطر بنته في النهايه. ويا جماعه بس احنا عاوزين نقول رساله: من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم لا يرحم. خير الزواج ايسرهن مهرا، ده الخير بيبقى فيه البركه وربنا بيطرح فيه البركه، واحنا بنشوف الغارمين والغارمات. فدي الست الكريمه دي ربنا يحفظها، جوزت 5 بنات، الديون دي من اثار ايه بقى؟ من اثار هذه الـ سبحان الله الامر زواج البنات. ليه؟ لان هي مش عارفه تعمل ايه، عاوزه تجهز بنت، وعشان تجهز بنت في الزمن بتاعنا ده لا يقل عن 100,000 طبيعي، 150,000، فهتجيب منين؟ فعماله تجيب من هنا وتجيب من هنا وتجيب من هنا عشان محتاجه. طب ما اتجوزت بنتها، طب ماذا تفعل؟ يعني هتعمل ايه؟ خلينا حتى نقول لو هي هتكلف البنت بس 20,000 هتجيبهم منين؟ هتجيبهم منين؟ حتى لو مفيش بالزبط. يعني انا بتكلم، لا ده انا بتكلم كمان على الناس يا جماعه. لما حد يكون حتى شايف واحده بتجوز بنتها وهي كده، فين اهل الخير؟ فين يا جماعه؟ انت محتاجه ايه؟ طب انا هجيب لك الغساله، وانا هجيب لك مش عارف كذا، وانا هجيب لك والله المطبخ، وانا هجيب لك، ونساعد بعض وايد على ايد. صح طبعا. وهو طبعًا. ونبدا نكمل بعض طبعًا. وهنا يا جماعه اللي هو ايه بقى اللي احنا لازم، اللي هو الشعور بالاخرين. انا لما اكون في مجتمع عارف ان غيري هيشعر بيا لما هبقى مطمن طبعا، هبقى مطمن. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فاحنا محتاجين بقى اهل الخير يبداوا يشوفوا اللي عاوز يقول والله انا اكفل جزء من الدين، انا البنت اللي عاوزه تتعالج دي محتاجين حد يعالجها، الابتسامه الجميله اللي طالعه منها دي احنا محتاجين حد يعالج. فاستبقوا الخيرات، الى الله مرجعكم جميعا. طيب استاذ محمد، انت نزلت بقى بنفسك وشفت الحاله على الطبيعه. الحاله موجوده في قريه اسمها قريه الدرافيل 36، تابع المركز بالاس بمحافظه الدهليه. مش عايز اقول لك احنا مثلا لما اتحركنا من القاهره عشان نوصل للبيت حوالي 5 ساعات. ونفس القصه، وكنا صايمين ورجعنا بعد الفطار وفطرنا هنا في القاهره. والله انا كان معايا استاذ عمرو هاشم، مفروض احنا صايمين ورايحين وخمس ساعات رايح وخمس ساعات جاي، فاحنا في مجهود بدني، دي حقيقه طبعا. لكن والله بمجرد ما بنوصل وبنشوف الناس وبنحاول بقدر الامكان لو بنقدم شيء ولو بسيط، تنسى التعب خالص. انا يمكن زي ما قلت المره اللي فاتت، لو ال 24 ساعه شغال تحس ان انت في رضا من عند ربنا، وانت مبسوط بيه انك شغال او بتعمل حاجه في عمل خير. يمكن ناديه قالت كلمه حلوه، او ام ناديه كمان، هما الاثنين رغم انها تعبانه وبتضحك ومبسوطه برضه، في يعني ما عندهاش رضا، عندها قناعه وعندها حته الحمد. اول كلمه ازيك يا ناديه عامله ايه، بتقول الحمد لله. قالت انا عايزه اتعالج وان شاء الله يكون على ايديكم. فباذن الله. ده حضرتك قبل التقرير كنت بتساليني انتوا محتاجين ايه. احنا مش محتاجين، احنا حلقه وصل. ام ناديه وبنتها هما اللي محتاجين في اللحظه دي، والموضوع كان صوت وصوره. محتاجه انها تتعالج، محتاجه الست عليها دين. الوضع الاجتماعي كاسره اجتماعيه اعتقد يعني المشهد واضح، يعني واضحه طبعا، يعني يغني عن اي تعليق اصلا. يعني يا رب ربنا يكرمك، ده يغني عن اي تعليق. طيب احنا طبعا في على الشاشه ارقام تليفونات الجمعيه، هل هو دي طريقه التواصل مع الجمعيه لو حد عايز يساعد ام ناديه حاله او يساعد اي حالات؟ بالظبط. الجمعيه لها الجمعيه اوريدي بالفعل لها مناديب في معظم المحافظات. لو حد هيكلمنا من اسوان بنبعت له المندوب، وطريقه التواصل دايما من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه، يعني مفيش حاجه غير كده. او حد يكون عارف مكان الجمعيه وبيجي بنفسه. وعندنا ايضا احنا بنقول احنا حلقه وصل او همزه وصل بين الحاله وبين المتبرع، والاثنين يعني الاثنين في مركب واحد، حد نفسه يعمل خير والحاله اوريدي موجوده، فاحنا بينهم. وفي بعض الناس بيكون من خلالنا، وفي بعض الناس عايز يوصل للحاله مباشره، اهلا بيك، اديك تليفون الحاله او نبعت المندوب وتروح تشوفوا الحاله وتقابلها وتشوف بعينيك هم عايزين ايه، ويبقى احنا كده سعداء جدا باللي بيحصل. شيخ احمد، ناس كتير بيسالوا دايما على موضوع الزكاه، وهل مثلا حاله زي كده دي مصرف من مصارف الزكاه يقدروا يدفعوا فيها الزكاه؟ شوفي، ربنا لما ذكر في سوره التوبه ايه الزكاه: انما الصدقات للفقراء والمساكين. مش بس كده، ده انا عندي كمان حاجه اللي هي الغارمين. فالمراه دي غارمه، فيبقى تستحق الصدقه، الصدقه بمعنى الزكاه هنا، وكمان صدقه التطوع. الامر الثاني اللي هو امراه هي فقيره ومسكينه في نفس الوقت، يعني الحاله الاجتماعيه ظاهره قوي عليهم في الحاله دي. المرض نفسه
المرض نفسه ده يا جماعة واحدة فقيرة مش قادرة تعالج بنتها، فده تستحق كمان الصدقة والزكاة. احنا بس انا اتمنى على اهل الخير اللي واحد يقول والله انا متبرع، واحد يقول والله انا هاخدها انا واروح اكشف عليها وانا اللي اعالجها وانا اللي اتكفل بيها، واحد يقول انا متبرع بي اللي انا اقامة البيت، واحد بيقول انا جزء من الدين ده او الدين ده انا اسدده. والله في عون العبد تاني مكان العبد ايه؟ في عون اخيه. في عون اخيه. ومش هنفهم ده طبعا الا لمن ملئ قلبه طاعة لله رب العالمين. من فرج كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هي مثلا كانت بتتكلم معاك في حاجة يعني بسيطة بس يعني توجع القلب، على ان هي بتقول عايزة دايما تبقى حاسة بالامان ان عند بنتها حفاضات. تمام بالظبط. دي حاجة يعني بالزبط. طبعا ده ابسط طبعا. حاجة يعني تخيلي طبعا. ابسط شيء يعني وهي مش عارفة توصل له معهاش استاذ دعاء حضرتك. يبقى الفقر يعني اخباره معاها. يبقى الفقر اخباره معاها. حته تحديد او تعريف الفقر احنا دايما يعني حضرتك بتسال الشيخ احمد هل دي يجوز عليها الصدقه يجوز عليها الزكاه؟ صدقيني والله في ناس قاعدين في شقق وشقق محترمه شقق كويسه ومفروشه بس عنده ابنه في مدارس وعنده بنته هتتجوز وعنده بنته او ابنه في جامعه والشكل وممكن كمان يكون عنده عربيه بسيطه بيروح بيها شغله بس صدقيني والله لما تيجي تخشي وتعيشي وتغوصي في الحاله اللي هم عايشينها نتيجه ظروف ممكن يكون توقف عن وظيفته نتيجه اي شيء هتكتشفي ان ده يجوز عليه الزكاه. فتخيل المشهد اللي احنا شايفينه النهارده البيوت ستر ناس كتير زي ما بنقول يعني ما شاء الله من كتر قعدته مع المشايخ فبقى يفتي ما شاء الله. لا مش انا مش بفتي والله انا مش بفتي لا طبعا لا يفتى ومالك في المدينه يفتى والملك في المدينه كده ربنا يسعدك لا بس انا دايما بقول ايه يعني خلي الدين دايما بعينيك شايفه خليه واقع ما يبقاش اللي هو مجرد كلام فالناس عايشه والله بستر ربنا بالفعل يعني ربنا يسترنا يا رب يا رب اللهم امين. بشكرك جدا جدا في نهايه الحلقه شكرا ليك ربنا يسعدك بشكرك شكرا جزيلا شكرا لكل مشاهدينا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.